حمدا. وعين حياتي اصلا على
وقال العرب قديما: سيبدو لك اذا جلى الغبار وفرس تحتك ام حمار. فما كانت تدور راح المعركه وتثار الغبار، فما كانش معروف مين الفارس اللي كان يركب الفرس، ما فقط الفارس الفذ يعني، هاي القوه الخاصه يعني. الزبدي صفه الجيش، وبعض الناس يركبوا البغال جلب الله او الحمير يهجموا في المعركه، لما الغبار ينقشع ببين الواحد وين ركب شيء، ولا الاخر راكب بغي راكب حمار اجلب الله، اما الفارس فارس صليتوا على الحبيب اللهم صل عليه. هيك يوم القيامه على فكره، يعني يوم القيامه تصير تسال عن الناس فلان وين فلان؟ وكيات هيات أهل النار بيسألوا عن بعض الناس وأهل الجنة بيسألوا عن بعض الناس. يعني يروى صلوا على الحبيب اللهم صل عليه. في واحد من الصالحين اسمه سهل بن عبد الله التستري معروف من الأكابر. هذا بيقول خاله لواحد برضه من الصالحين اسمه بشر الحافي. بشر الحافي. وبشر الحافي كان له أصدقاء. لكن خاله مات قبله. سهل بن عبد الله الدستوري مات قبله. فلما توفي ابن الاخت بعد الخال يعني، اسال ملك الموت قل له اين خالي؟ لا اراه بيننا يعني في الجنه، قل له هيهات هيهات ذلك كوكب دري في سماء الجنه لا يرى. وين انت وين خالك؟ فاحنا بدنا هاي نوعيه من الناس في زمن سيدنا وولينا والآخرين محمد صلوا عليه. Thank you.
Thank you.